وفور صدور تصريحات بوتين، أعلنت قيادة الجيش الروسي تكثيف الضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بواسطة قاذفات بعيدة المدى وصواريخ كروز. وقال متحدث عسكري فرنسي إن طائرات حربية فرنسية شنت غارات على مركز للقيادة التابع لتنظيم الدولة الإسلامية ومركز لتجنيد المسلحين في مدينة الرقة بالشمال السوري لليلة الثانية على التوالي. كما صرح مصدر حكومي فرنسي بأن طائرات روسية قصفت أهدافا في الرقة بعد أن كانت معظم الضربات الروسية تستهدف جماعات مدعومة من الغرب. وتأتي هذه التطورات بعد مناشدة الرئيس الفرنسي لواشنطن وموسكو تشكيل تحالف موسع لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. كما وافق الاتحاد الأوروبي بالإجماع على طلب فرنسي بتفعيل بند المساعدة العسكرية إثر هجمات باريس.